السلام عليكم مشاهدينا الكرام وأهلا بكم في قناة باس نيوز. إن كنت جديدا معنا فضلا اشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله، ونرجو منكم الضغط على زر الإعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار، شكرا لكم. نشرت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية اليوم التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المنقضي، والتي عرفت عدم تواجد اسم قائد المنتخب الوطني الجزائري رغم تألقه الكبير هذا الموسم مع فريق سيتزن وحسمه للعديد من المباريات المهمة، ما يؤكد مرة أخرى أن دعمه للقضية الفلسطينية لم يمر مرور الكرام، حيث يواصل النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز دفع ثمن رفعه لعلم فلسطين بملعب الاتحاد لحظة الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021 رفقة يذكر أن محرز لم يتواجد أيضا في قائمة الأسماء المرشحة للتتويج بجائزة أفضل لاعب في البريمير ليج وكذا في الفريق المثالي لمنافسة دوري أبطال أوروبا لنسخة 2020-2021 والذي ضم 23 لاعب. ويخوض النجم الجزائري رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي أول مباراة رسمية في الموسم الجديد أمام نادي ليستر سيتي، ويحتضن ملعب ويمبلي أطوار هذه المباراة في 7 من أوت المقبل كما ذكرته تقارير صحفية بريطانية صادرة يوم الخميس. وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الكأس الإنجليزية الممتازة أو يعرف هناك باسم درع الاتحاد الإنجليزي أو كأس الدرع الخيرية. وكان مانشستر سيتي قد حاز لقب بطولة إنجلترا نسخة 2020-2021، وحصد ليستر سيتي كأس هذا البلد لطبع ذاتها، وهو ما أهلهما لخوض مباراة الكأس الممتازة. وسبق لجناح رياض محرز نيل الكأس الإنجليزية الممتازة مع فريقه مانشستر سيتي عامي 2018-2019 بينما خسر كأس طبعة 2016 مع نادي ليستر سيتي، علما أن الدولي الجزائري البالغ من العمر 30 سنة يرتبط مع نادي الأزرق السماوي بعقد تنقضي مدته صيف 2023. ويزين فريق مانشستر سيتي رفوف خزانته بستة تتويجات لمنافسة الكأس الإنجليزية الممتازة متموقعا في الرتبة السادسة ضمن لائحة يتصدرها مانشستر يونايتد برصيد 21 لقبا. وقبل ذلك يحضر رياض محرز وقائع المقابلتين الوديتين للمنتخب الوطني الجزائري أمام مالي الأحد المقبل وتونس في 11 من جوان الحالي، ثم يستفيد من عطلته الصيفية ويركن إلى الراحة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، شكرا للمتابعة والسلام عليكم.